في هذا الفيديو يا الاخوان غادي نوريكم اقوى مقلب في فتاة في الذئب الوحيد. السلام عليكم يا الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم يا الاخوان هو فيديو من مجرد صدفة. دخلت يا الاخوان نلعب الذئب الوحيد وفجأة يا الاخوان تلاقيت بواحد الفتاة وحبيت ندير فيها مقلب، ولكن لقيتها فتاة تعرف تلعب وحبيت ان ندير فيها فيديو. فقبل ما نحرق عليكم بزاف يا الاخوان، الا ما كنتش حط لايك حط لايك وشارك في القناة بلا ما نطول عليكم بزاف. خليكم مع الفيديو. Thank you.
Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. I said
كيف ما شفتوا يا الاخوان جبت معها 5-4 جولات، يعني كيف ما قلت لكم فتاة تلعب، فتاة أسطورية في اللعب، وحبينا هكا نلعبوا معها هكا شوية ما تشوفوا بعض المرات، يعني هكا من نحاول اني ما نزيرش معها، ومرات نزير معها، يعني هكا يا الاخوان فيديو هكا عفوي وفيديو هكا حلو. وبهذا يا الاخوان كنا وصلنا نهاية الفيديو، اما كنت حط لايك حط لايك واشترك في القناة. الى اللقاء.